ثانية نعرفوا شكون هو ونختاروا من الماء اللي بغينا ناخذوا معدنين ناخذوا النوعية اللي بغينا وتنغليوه بالطريقة حتى بحال تنطيبوا الشاي وتنشربوه بالقدر المطلوب. ديما ما ناخذوش على الريق، ناخذوا ديما بعد إفطار بساعتين، وعند الاستعجال الاستعجال هو اللي يحكم، ناخذوا بالكمية اللي تكلمنا كاس جوج كيسان كل نص ساعة ثلاثة خمس مرات في اليوم، ممكن إترو ثلاث لترو كل إترو بيناتهم نص ساعة، وهكذا تنحدثوا العلاج. كذلك في طنطن رجل عنده فوق الستينات تم سبع سنوات هذه الشهاده ديالو، تيقول انه الجهاز الهضمي معفن ومكرفصوا ادويه ما نجحناش تنخلصوا اموال وفحوص ولكن لا علاج. نخدا الماء مغلي اقل من ثلاث اسابيع قال لي العفن اللي كان في الامعاء مشى وليت حر من العياء تاع الجهاز الهضمي. وهكذا الناس تلقاو راحتهم بشكل صحيح، وبغيناكم خذوا الماء المغلي وهكذا غادي تحسوا انكم غتكونوا اسياد العمليه العلاجيه بامور قريبه ميسره غير معقده. اذا الماء المغلي حاليا احنا مقتنعين على انه خلال النجاحات اللي تحققت تخلصنا من كثير من الامراض القبيحه منها السرطانات. اذا تصوروا كيف ممكن انه تخلصوا من الكوليسترول بطريقه بسيطه، من السكري، من الحساسيه، من ضيق التنفس، تعفنات الجهاز البولي، تعفنات الجهاز التناسلي، تعفنات الجهاز التنفسي، وهكذا يمكننا نحرر جسمنا من تعب العفن ومن المشاكل، والحمد لله رب العالمين.